والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. قبل البدء في هذا الحفل البهي نشكر شكر جزيل لهذا الصرح الأدبي، الصرح الثقافي، الصرح العلماني، الصرح الأردني، المكتبة الوطنية يمثلها عطوفة الدكتور نضال العياصرة. شكرا 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 على كل هذا الجمال وكل هذه الأناقة وكل هذا البذل الذي اعتدنا عليه من مكتبتنا ذاكرة الوطن. بدنا تحية للمكتبة الوطنية. نستهل على بركة الله. طبعا على الواحد كل الموجودين أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر وألعن من لا يماش الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الكفر. ما أجمل الطموح لما يرتدي مئزر العطاء ويرتقي بمعيده إلى سقف غيمة متجاوزا رهبة الصعود إلى عل تحلوه الرغبة لاهتضام نجمة تضيء دربه يصاعد على صهوة العنقاء يطوف خلالها زارعا ورده على كتف سحابة ماطرة تبعث الأمل والخصب والحياة. ما أقسى الأحلام لما تظل حبيسة مخدعها تؤمل صاحبها وتمنيه فتظله كالآلي في البيهاء يحسبه الظمآن ماء. فاطمة أبو جاموس أو كما يطلق عليها أو كما تحب أن يطلق عليها السوسنة السوداء موهبة شابة آمنت بنفسها وأصرت أن يكون لها اسم في عالم الأدب ونتمنى أو نرجو ذلك في قابل الأيام وخير دليل على ذلك وجودها الآن بيننا وجودنا بيننا. تجاوزت حمى البداية ورهبة الظهور الأول الذي يحيل الكتابة من ملك الكاتب إلى ذائقة المتلقي ومبضع النقد ولعمرك إنها مسؤولية جسيمة وثقة أدبية قد لا يستيعها الكثير والحكم للمتلقي أولا وأخيرا. الحضور الكريم من هذا الصرح الممزوج بنكهة الهيل المعكر ونضرة الدحنون وعبق الوطن لا سيما أنه ذاكرته ومستودع أسراره. نحييكم أيها الوارثون الناسكون تلابيب الجمال ورفعة الحرف فأهلا وسهلا بكم فأنتم من تجعلون لحياتكم عنوانا كما عنوان هذا الكتاب اجعل لحياتك عنوانا. ولأجل ذلك وإيمانا بهذه الموهبة الشابة آثرت أديبة من نوع محفز اقتطاف زهرات من السوسن لتنثر عبيرها بين جلبات المكان وتضيء صفحات المنتج الأدبي بمبضعها السخي. عنان محروس قاصة وروائية أردنية لها اسمها ووزنها على الساحة الأدبية وهذه الإضاءة فلتتفضل مشكورة. وقبل ذلك نرحب بعنان محروس. بسم الله الرحمن الرحيم.
مساء الورود والإيجابية. تحية لصرح المكتبة الوطنية وباقات شكر لمديرها راعي الحفل الكريم الدكتور الفاضل نضال العياصرة الداعم دائما. شكرا لكادر المكتبة الوطنية، أنا لا أعرف كل الأسماء لكن الامتنان بقلوبنا كبير لجهودكم المدعومة. أتشرف دائما بمرافقتك على منصة واحدة الشاعر الصديق والأخ شفيق العطاوي. أهلا بكم جميعا وشكرا لكل من تبدع. سأقرأ إضاءة بسيطة من وجهة نظري الشخصية، فأنا لست ناقدة. في كتاب اجعل لحياتك عنوانا، وأرجو أن أكون خفيفة الظل على الأسماء والأفكار. عندما حدثتني الشابة الجميلة فاطمة أبو جاموس عن إصدار كتاب حديث بقلمها، قفزت مخيلتي فورا إلى الشعر النمطي، حيث أنصت مسبقا إلى إبداعها وجمال إلقائها أكثر من وهم. طبعا هي شاعرة متمكنة وعضو في أكثر من جمعية، وتترك في النفس أثرا بهيا لا يزول بسرعة. طوالت الأيام وأهدتني كتابها، لفتت نظري بما عنونت الكتاب خواطر اجعل لحياتك عنوانا. ايضا تبادر الى ذهني ربما تكون رومانسيه، خواطر رومانسيه، حب، فراق، والى ما الى ذلك مما قد يثير مشاعر شابه في مقتبل العشرينيات من العمر. الدهشه كانت بعمق العنوان، وكما نعلم عنوان اي كتاب او نص ليس فقط العتبه او الدلاله، بل هو نص موازن يبني الفكره ويفتح نافذه التلقي قبل الخروج الى محتويات الكتابه. العنوان في كتاب فاطمه توجه انساني هادف في البحث عن حلول للمشاكل النفسيه التي يمر بها البشر عامه منذ بداية الوعي إلى ما بعد الكون، من خلال رؤيتها الخاصة أو من تجارب مرت بها خلال عمرها الغضب في شتى الأمور، طمعا في مساعدة الناس ورضا الله عز وجل. بلا شك هو كتاب ينمي إلى فئة مخطوطات وإصدارات التنمية البشرية، وهذا أمر أساسي اعتمدت عليه أغلب المجتمعات لتطوير المهارات وقدرات التواصل بين الناس. فالثروة البشرية للأمم ترتقي بتعدد خياراتها الصحية والصحيحة، وأهمها تحسين ثقة الإنسان بنفسه ليشعر بالارتقاء، مبتعدا عن العادات والمعتقدات الضارة واليأس. وأنا أقرأ الكتاب بصراحة تهيأ لي صورة فاطمة معتلية منبرا مهما من منابر التنمية البشرية، وهي التي تتمتع بالعقل المنفتح والثقافة العامة والثقة بالنفس، صفات تظهر جليا كلما نظرت إلى عينيها المشعة بورق المحبة وابتسامتها المشرقة. فكيف تتقدم العقول البشرية دون تنمية، دون القدرة على تجاوز الصعاب في الحياة؟ طبعا شدتني نصائحها في مواجهة الخوف ومراقبة الوعي وتطبيق ما نتعلم، ورغم أنني أكبرها ب طبعا ما رح أحكي عدد السنين إلا أن هناك نصائح أقوم بها أنا مؤخرا شخصيا في تدوين المشاعر والمشكلات على ورقة لتحديد مسار عقلي سليم في حلها. أيضا أنا متقنعة بفكرتها في مشاركة بعضنا البعض للتجارب العديدة، وأعدكم ستجدون أنفسكم في كثير من الحالات التي عرضتها فاطمة. ربما لن نكرر نفس الخطأ مرتين أو سنسامح التوتر
بشكل أفضل بالحوار الداخلي ونتخطى. يحث كتاب اجعل لحياتك عنواناً على تدريب الدماغ لتحصيل النجاح ولمس الفشل واستبعاد نقاط الضعف ووضع خطط للغد يجعل مشرقاً منوطين الأمر لله عز وجل أولاً ثم التركيز على إيجابيات ما وصفنا به الامتنان لما نملك يشعر لنا ما لا نملك فيكون من نصيبي. لم تركز فاطمة فقط على النظام الداخلي والترتيب النفسي بل عززت بالأناقة الخارجية البسيطة غير المكلفة التي تضيف إلى ما تحتوي دواخلنا. فاللباس والأناقة الخارجية ترجمة جلية لأناقة أرواحنا وأنفسنا وثقتنا بأهميتنا وتقدير ذاتنا. وفعلا صديقتنا فاطمة كما تقول أنيقة المظهر، مظهر واللسان والأخلاق وكريم العطايا بمقدوره سخاء العطاء. عجبني جدا صفحة 62 من الكتاب حيث قالت: إنك تدرك أن لديك شخص أو أكثر يمكنك الوثوق به. أنت شجاع بما يكفي لتبكي العلاقة عندما تكون سامة لكيانك الداخلي ويمكنك التعافي في كل مرة يكسب فيها شخص ما ثقتك بنفسك. نصائح الكاتبة عديدة في عدم التسويف وتأخير النجاح والاستماع إلى آراء الأحباء ولكن بحد وممارسة الفرح في أوقات الوحدة والاحتفال بالنصر دائما. في النهاية أتساءل كم كتابة وضعت في عند النفس يا صديقتي؟ إلى أن وصلتني إلى خلاصة الخلاصة عن اختراق الروح والنفس البشرية في إصدار لا يتجاوز 80 صفحة ولكنه يحتاج إلى مئات الساعات من التدريب والتدبر والتمعن في كلماته وأعدكم ستقرؤونه أكثر من مرة. أتمنى أن أراكي الكاتبة فاطمة الصديقة الصغيرة اسما لامعا ليس في الشعر والأدب فقط وإنما من أشهر شعراء التنمية البشرية في الكون كأمثال الدكتور برهم الفقيه رحمه الله والدكتور طارق سبيدان توني روبنز سبروا المشاعر الإنسانية وسهلوا علينا كثيرا من سبل الحياة. لك محبتي وذوق التوفيق ولكم الشكر الجزيل لحسن استصغاركم. شكرا على هذه اللقاء الجميلة من القصة والرواية عنان محروس. مرة أخرى أرحب بكل هذه القامات السامقة وهذا الحضور البهيج. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. إن ضاقت بك الحياة اجعل لحياتك عنوانا. إن آلمتك قيود الروتين اجعل لحياتك عنوانا. إذا هبت رياح الأمل اجعل لحياتك عنوانا. إذا غابك الشغف لتخطي حواجز العادة وارتقاء سلالم المجد فلا تضعها واجعل لحياتك عنوانا. هي كاتبة أردنية فلسطينية تكتب الشعر الوطني، ناشطة اجتماعية وعضو في العديد من الهيئات الثقافية على سبيل المثال الحصر جمعية رواق جرش، جمعية حمام المدينة، جمعية السعادة، جمعية عشتار، حاصل على المركز الثالث في إحدى السنوات في كتابة الشعر. لها لقاءات تلفزية وإذاعية عدة عبر محطات أردنية وغير أردنية. رحبوا معنا بفارسة هذا الحفل السوسم السوداء فاطمة أبو جاموس وهذه القراءات من منتجنا البكر اجعل لحياتك عنوانا. يسعد مساكم جميعا. تحية طبعا من المكتبة الوطنية. شكرا للدكتور نضال العياصرة من الأديبة الروائية عنان محروس.
للشاعر شفيق العواطنة والعطاونة، وشكراً لحضوركم الكريم. طبعاً أحب أشكر حضور شخص عزيز وبعتبره المثل الأعلى إلي، طبعاً غني عن التعريف، هو الممثل الأردني خالد الجزاع. أهلاً وسهلاً فيك. بدايةً حابة أبدأ بالشكر، معلش حطول عليكم شوية، حابة أشكر كل الشكر والتقدير والعرفان لأستاذي القدير بديع رباح. كل الشكر والتقدير للزميل الإعلامي والناشط الاجتماعي محمد بن جراد، شكراً. طبعاً ألطف الكائنات، خلينا نوصفها بألطف الكائنات للنجاد، شكراً لأني خليت فاطمة هون. يعني أنا بهمني صراحةً من كل هذا الموضوع، دائماً بحكي نقطة كثير مهمة، إنه بفكر كل بني آدم في الحياة إنه لازم يترك بصمة، يترك أثر، يكون موجود له في الحياة. فبفضل إنه كل واحد فينا يفكر بطريقة معينة يترك له بصمة، يترك له أثر. مش مهم شو يكون الأثر، حتى لو كانت رسمة أو لوحة، المهم يكون أثر موجود لك في الحياة. أنا اخترت إنه أثر الخواطر هي اللي راح أتركها بهاي الحياة. بالنسبة إلي هاي بصمة بعتز فيها. أي حدا فينا بيقدر يعمل كثير من الأشياء. يعني أنا بذكر شغلة من وأنا صغيرة، هاي الشغلة دائماً لا تقف عن بالي صراحة. كنت دائماً لما أحضر على التلفزيون أشوف كاتبين الدكتور فلان أو المهندس فلان، أبداً ليس تقليلاً منهم. فكان نفسي أنا دائماً أكون قبل اسمي الشاعرة أو الكاتبة فاطمة أبو جاموس. يعني هاي الكلمة بحد ذاتها لها كثير للبني آدم حتى إنه يوصل إليها. خلينا نسمعكم كم موضوع صراحةً أنا بحب أقرأهم دائماً وبتمنى إنها تنال إعجابكم. ابحث عن العنصر. أثبتت الأبحاث أن هناك العديد من الفوائد طويلة المدى للعزلة. إنه يمكنك من الشعور بالراحة مع من تعزز إبداعك وتحسين صحتك العقلية، ويعلمك كيف تقبل وتحب نفسك. يميل الأشخاص الذين يتعلمون إيجاد الراحة في العزلة إلى أن يكونوا أكثر سعادة، ويعانون من مستويات أقل من التوتر، ويبنون قوة عقلية أكبر. لذلك توقف عن الخوف من العزلة، بدلا من ذلك احتضنها وخصص وقتا لها. اكتب إنجازات اليوم. طبعاً هاي إنجازات اليوم أنا صراحة بهتم فيها جداً، من النوع اللي بهتم فيها كثير. ماذا أنجزت خلال النهار؟ سيقول المعظم لا شيء، لأنهم لا يعتقدون أنهم منتجين في هذا اليوم. وعندما تشعر بالامتنان أنك تناولت غداءً مناسباً وعشاءً مناسباً وقادراً على العودة إلى المنزل بأمان، وقادر على قضاء لحظات رائعة مع عائلتك، ستشعر بفرح عميق في داخلك. من ناحية أخرى، إذا كنت لا تشعر بالامتنان لكل ما لديك، فسوف تشعر بالتوتر والضغط وعدم الكفاية. سيكون لديك شعور بالحاجة وعدم الأمان، حتى لو كان لديك بالفعل كل شيء. لذلك اكتب كل ليلة ما لا يقل عن 3 إلى 5 أشياء تقدرها وأنجزتها خلال النهار. اكتب النجاحات الكبيرة والصغيرة التي حققتها حتى لو كانت مجرد مكالمة.
أو قراءة لمدة 5 دقائق وما إلى ذلك اكتبها ومارس عادة الامتنان وتقدير الذات. يعني بالصف أنت قرأت لا مقرأ فيها. استعد للأسواق لكن توقع العطل. يعني العنوان بحد ذاته إرشاد. هذه طريقة رائعة لإدارة توقعاتك. إذا كنت تتوقع دائما أفضل نتيجة ممكنة فقد تصاب بخيبة أمل. من الأفضل أن تظل منفتحا على احتمال فشل جهودك في الوقت نفسه. هذا لا يعني أنه لا يجب عليك أن تحاول بأقصى ما لديك. إذا كنت تستعد للأسوأ ولكنك تعمل للحصول على أفضل نتيجة ممكنة فإنك تتجنب خيبة الأمل في حالة الفشل، كما أنه سيجعل رقم النجاح أحلى. تشجيع لها. شكرا على هذه النصوص المختارة. نتمنى أن يروق لكم هذا الكتاب أو تلك الخواطر وأن فعلا أن نفيد منه. رغم أنه آثر ألا يصعد إلى المنصة وأن يلقي كلمة لأنه من رعى هذه الموهبة الشابة فلا بد أن يكون شعره حاضرا بيننا. اسمح لي باختطاف بعض الأشعار الأستاذ الجليل الكبير بديع الرفا. احنا الآن احنا إذا صليت المهات الكبير احنا كنا بك أشعار سجلت في سفر الجمال وعشقه فأنا عشقت اليوم سيدة المطر من جاوزت في الحسن كل من يهتف وهي التي كانت هوايا منتظر أنفاسها عطر يفوح أريجه وأنا المتيم في هواها أستعر لما أضاءت الظلام بنورها خجلت نجوم الكون وانسحب القمر ومن غيره يطوع الحرف عقود الآلات يغني للوطن وللحب والبرياء ويرعى النشر ويتبنى الموهوبين انه الشاعر الامين بديع رباطه. بارك الله فيك. توريطه. تقديم ولا اجمل ولا اقوى. السلام عليكم ورحمه الله. مرة مش راح أختار باسم الدكتور بولار لايس كل التقدير والاحترام لوفني أبوه لأننا مقبلون على مناسبة أعظم موهبة السواء والمعراج. اقتطف أبياتا في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأقول في هذه الذكرى يطيب كلامنا فهو الأحق بما يطيب كلاما قد جاء بالنور المبين لعالم فأشاع فيه محبة وسلاما لولاه ما زلنا بجهل مطبق نأتي الحرام ونعبد الأصنام لولاه ما نلنا الفضائل هذه لولاه ما عرف الورى الإسلام فبدون هديك سيدي لا نرتقي وبدون هديك لن نكون عظاما ذكراك تأتي والظروف عصيبة والبعض منا صدق الأوهام مسراك يا خير الأنام مهدد والورق أضل في الحياة لكن للقدس الأبية جنبها صدموا عدوا لا يطيق صداما وحماة أحصان القصير تعاهدوا أن يكرموا الأوضاع
رب صل على النبي وآله بيت الكرام وزدهم إكراما فإذا طمحنا للجنان وطيبها تبقى الصلاة على الرسول لزاما إن الصلاة على الرسول عظيمة وتكون في طيب الجنان وساما إنا بحب نبينا في عزة إنا بحب نبينا نتسامى يا إخوتي في الله دوما هللوا في الليل قوموا للإله قياما العمر يمضي والحياة قصيرة فإلى متى يبقى الأنام نياما يا رب أكرمنا بعفوك دائما فالعفو منك سيمسح الآثام إني رجوتك لا تعدني خائبا برضاك أن تنحقق الأحلام يا راحلا نحو المدينة يا راحلا نحو المدينة كله بدنا بحبك يا حبيب العظام وأنا بدور في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرة الشعر أقف إجلالا وتوقيرا أما قبل فكل الشكر لهذا الصرح ورائده دكتور نضال عياصر تحية لهذا الصرح مرة أخرى أما أنتم فأقول لكم يفنى الكلام ولا يحيط بفضلكم أيحيط ما يفنى بما لا يفد وفي النهاية أشكر الأخت فاطمة الأخت عناء المشرقتان الرائعتان على اختيار أخيكم شفيق العطاونة لاعتناء هذه المنصة التي نفخر بها جميعا والآن قبل توقيع الكتاب والإشهار نرجو منكم أنه أخذ صورة مع الدكتور نضال ومع القامات الأدبية السابقة ومع فارسة هذه الليلة فاطمة أبو جمس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور نضال تفضل حاب يحكي كلمة يشرفنا ذلك الدكتور نضال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم والصلاة والسلام على أفصح العرب وعلى آله وصحبه الذين انتهجوا منهج الأدب بادئا ببدء اسمحوا لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في ذاكرة الوطن وأم المكتبات كيف لا ونحن في المكتبة الوطنية التي تغنى بها العديد من الشعراء وهنا اسمحوا لي أن أقتبس من قصيدة الشاعر محمود الشلبي حيث قال صرح إذا أصغى الزمان تكلما وعلت مقاصده تطاول أنجما تسمو رسالته بنهضة أمة ويقيم للوطن المفدى سلما هو رؤية الجيل الذي يرنو إلى غده يضاعف بالثقافة أسهما وختم قصيدته بقوله هذا هو الأردن بيرقه اعتلى واغتال في صدر السماء معظما كما وأقتبس من قصيدة الشاعر السعودي حيث قال في مطلع قصيدته صرح يحلق عاليا كالطائرة يروي النفوس أصالة ومعاصرة ويقوم في وسط البلاد كأنه علم يلف المجد عند الخاصرة وأنا أقول ولست بشاعر
عمرت بكم يا حاضرون الدار، وتجملت بسمائها الأقمار. الخير فيكم من عهود جدودكم، والصدق والإخلاص والإيثار. الشاعر الحبيب شفيق العطاوي، الروائية المبدعة علاء محروس، السوسن السوداء كما تحب الأخت فاطمة أبو جاموس، بصراحة أنا لفت انتباهي اللمبة في التصميم التي تضيء في اعتقادي في الطريق، والشجرة التي نستظل بها. أقول بصراحة بأن هذا المولود المعرفي، نتمنى أن يكون هناك مواليد أخرى تغني مكتباتنا وتقتنيه مدارسنا من أجل تشجيع أبناؤنا الطلبة على الكتابة والإبداع. ومرة أخرى أهلا وسهلا بكم في ذاكرة الوطن، وشكرا. أحد الأخوة يبدو أنه له تعليق وننهي بعده. تفضل دكتور أنور. عفوا تفضل. تفضل إذا بس الاختصاص يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بدي أبارك أسميها يعني بنتي، لأنها من جيل بناتي يعني فاطمة. قرأت علينا ثلاث نصوص، لاحظت في النص الأول قالت كلمة يقبل ويحب نفسه، فأنا كلمة يقبل ما أعرف هي ما استسعد هذا، يمكن تقصد يقبل ويحب ذاته. فإذا كان هل من تعليق؟ طيب. الشيء الثاني، المقال الثاني كانت تتكلم عن مسائل شو أنجزت، شو أنجزت ما أنجزت الشيء. والمقال الثالث أن تخطط الأفضل وتتوقع الأسهل. المقالين الاثنين الأخيرين أنا يعني على طريقة الومبا أختصرهم بكلمتين: التخطيط والإنجاز. في مبدأ المفروض يعني هذا موجود عند الغرب، لكن احنا عندنا تقريبا ما أعرف نادر من الناس من نأخذ فيه، اللي بيسموه الاد فاليو في حياة الإنسان، إنه دائما يضيف لحياته شيء باستمرار كل يوم. ويمكن هذا عنوان على نفسك. أنا اسمي ثابت التاج، إنسان عادي ولكن ولكني متذوق للأدب والشعر. شكراً دكتور، وشكراً لكم جميعاً على هذا الحضور البهي الرائع.